اهلا اهلا، اخيرا نسخة الالبومات مرة طولت. طبعا هذه المرة الثانية بسجل فويس للفيديو، اول مرة وانا بصور بس للأسف عشان مرة طلع طويل 50 دقيقة، قلت لا لازم اقلله. كيف حالكم؟ يا رب كويسين. هنا كنت مرة خايفة انه اجرح الالبوم، فكنت مرة حريصة انه نفك كويس. تشوفوا لو ما اعرف شو اقول، معليش. ايوه صح، الاضاءة كانت سيئة جدا، ما ادري ايش بفلاش الجوال قرر انه ما اشتغل دي المرة، استهبل. نفتح الالبوم، عجبني دحين حلو، شفته؟ شوفوا دحين ايوه الالبوم رائع، كلمة رائع قليلة فيلو، ذكرني بأول ألبوم لبلاك بينك. أنا ما عندي بس شفت ليلو فيديو كان زي كده 3D هم يسموه. فذكرني بيلو. يا الله بالله اكتبولي وانت بتفرجوا الألبوم مين أكتر شيء عجبكم من كل ألبوم من 4 ألبومات. أنا في دار ألبوم ما أعرف شو أقول. جيسو ملكة، حرفيا ملكة، كانت هي الملكة في الألبوم اللي قبل، الحين هي الملكة في دار ألبوم. معلش هي وليسا في جلسة التصوير دي، بس جيسو في كل الجلسات. او ماي جاد، جميلة جميلة جميلة. اول مرة الاحظ انه جيسو بدال الجمال، طبعا مو من دال الالبوم، من الالبوم اللي قبل، مو حق هاو يو لايك ذات، لا اللي قبله نسيت شو اسمه. مرة حلوة اصلا، جالسة اقول من اول لا يا نفسي لا تخوني روزي. انا كل فترة اصلا احب احد، لو تعرفوا انا كنت احب جيني، بعدين صرت احب ليسا، بعدين صرت احب روزي، دحين صرت احب جيسو. انا كنت حاسة قلت حتجيني فترة واحب جيسو، بس ما اعتقدت انه في دي الفترة القصيرة. بس جيسو تفوز، حرفيا تفوز، جمالها لا يصدق. تحسوها كده نقية، جمالها جمال نقي، غير جمال جيني تحسيها كيوت على كده غامضة، ما أعرف، بس جذابة وكيوت على جذابة. نحس جيني، بس جيسو جميلة. لو ما حد يعرف ده الشيء يعني، بس كنت انا احس سيدي مرة يجنني، كنت كانت جيسو نبرة صوتها لما تتكلم عادي تنرفزني، بس لا خلاص صرت احبها. طبعا تنرفزني من سنتين لما كنت اشوفها فرن اجمان، بس لا كشخصية لا احبها. هنا شكلها يجنن. انا لو عليا أجمع دي الصور كلها طبعا ومع حقة الألبومات الباقية، وأسوي جدر اللي كده كله بلاك بينك. مرة عجبني ده الشيء. الحلو في ألبومات بلاك بينك توايس، ومين كمان بلاك بينك توايس، يدلعوكم مرة، يدلعونا كلنا في الصور، يعني حطوا صور مرة من قلبهم. جيني او ماي جاد، جميلة كيوت، ومرة انبسط. جاتني روزي، تخيلوا ما عندي ولا فوتوكارت روزي، فمرة انبسط انها جاتني. هنا هذا الكتيب الاغاني، في كل الاغاني
ايش اكتر اغنية عجبتكم؟ اكتبوا لي في الكومنت. انا حبيت اول في المرتبة الاولى Love Seekers، بعدين Ice Cream Cake. الحين نفتح الالبوم الثاني. اول ما شفت الالبومات من وانا بشتريها على بالي صغيرة، بس ترى حجمها كبير مرة، يعني كده فاهمين، دبة عريضة طاحت هنا الفوتوكارد. جيسو الاول كان اسود، الحين اسود وبينك. هنا جيسو في راسي، جيني تفوز، مرة شكلها حلو. حتى روزي بس تفضل بالنسبة لي طبعا، جيسو هي اللي أخذ الطلة عليهم كلهم. مرة حلوة جيسو، مرة في ده الألبوم حس جيسو وجيني مرة حلوين. شايفين كيف جمالها؟ ما شاء الله عليها. هنا رحت اشوف الاغاني. افضل دائما عريسة الشعر الطويل، انتو ايش رايكم؟ مرة حلوة. هنا حسبت قصدي روزي لابسة توب، لأنها لابسة فستان جد جميل عليها. خلصنا من الألبوم، الحين نفتح الأشياء الثانية. السي دي مرة يجنن، واتقطعت الإسفنجة بس رجعناها. مرة حلوة دي، يسموها بوست كارد أو ما أعرف، بس إنها ترى نوعية الصورة زي كنا كرتونة، مرة حلوة. كالعادة كلهم جميلين ما شاء الله عليهم. كده أنا بتمنى يا رب ما تطلع لي صورة مكررة، بس للأسف على حظي طلعت لي صورة مكررة، بس لازم أدور أحد يتبادر. جيني مرة حلوة طبعا، نفس اللي قبل، ستيكر ده جديد غير عن أول، وهذه برضه نادي جيني برضه غير عن الألبوم الأول. الألبوم الأول كانت جيسو، نسيت مين كمان. طبعا هذه الكرت الأسود مكتوب فيه الكريدت اللي هو زي شكر للي يسوي الألبوم، مع أنه الأبيض ذاك شيء بالأغاني. كنت بتأكد هل الصور نفسها ولا لا، بس صارت مو نفسها، يعني الصورتين الكبيرة. خلصنا من ذا الألبوم، نبدأ في الألبوم الثالث. هنا ترى يعني كذا مرة كنت حجرح نفسي، يعني عندي اني اجرح نفسي ولا اخرب الالبوم، ما ادري ايش تفكيري، تخيلوا. طبعا انا ما وريتكم البومات كلها، من ورا مكتوب اسماء الاغاني والشركة وبس، الالبوم عادي ما في له شيء. هذا زي الالبوم الاول اسود بعدين اسود ابيض،
هنا دا الألبوم الصراحة أكثر ألبوم عجبني كده. تحسوهم مش بما نعرف أتكلم، تحسوهم أنهم كأنهم ملائكة كلهم لابسين أبيض، مرة حلوين مرة. هنا صراحة كلهم حلوين. شوفي كيف زعلانة كيوت، لطيفة مرة لطيفة. شيسو مرة عجبني الثيم حق ذا الألبوم، حسي كده بيور نقي نظيف، إعلان لمستحضرات تجميل. لأنه من جد أحسه كده نظافة، أحس ما أعرف كيف، بس كنت أحسي الألبوم نظيف كله ناتشرال طبيعي، ما أعرف إيش أقول أكثر من كده، بس إنه مرة حلو. شوفوا كيف شكلها مرة حلو، شوفوا جني مرة جميلة. يعني في دار ألبوم كلهم فازوا، جميلين 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 جميلين. أحس جمالهم غير طبيعي كده، أبغى كده أكون فلوليس بلا شوائب زيهم. أوه كيوت، شايفين كيف وظيفات مرة غارنا كده. خلصنا من الألبوم، حن نشوف البوست كارد. عجبني انه كل بوست كارد عن كل ألبوم يختلف عن الثاني، يعني متعلق بنفس الألبوم، ومرة شي حلو. يعني مستحيل تجيكي بوست كارد مكررة، الحمد لله. انه عادة ان يجيبولك شات مكررة زي الفوتو كارد، الله هديهم. هذا السيدي جميل كالعادة. هنا برضو نتمنى، بس للأسف انه جات مكررة صورة جيني، لازم ندور احد بعد ما. وبرضو هذه نفسها حقت الألبومات اللي قبل، ستيكر برضو نفسه. الحمد لله جاتني صورتين، صورة مختلفة، بس صورة جيسو نفسها الصورة الأولى ألبوم الأول صح ولا لا؟ نسيت. هذا آخر ألبوم، مرة حلو دار الألبوم كده زي الهولوغرام صح؟ كده نلمع الديكيلون قوس قزح كيوت. الله روزي مرة حلوة، روزي وجيني جيسو وليسا كلهم حلوين الصراحة. ثيم مختلف، بس بالنسبة لي أحلى ثيم، يعني أحلى ألبوم الألبوم الثالث واللي قبلها. ده الألبوم حلو بس مو الأفضل، انت ايش رأيكم؟ بس هنا ده الألبوم مع ليسا و جيسو مرة حلوات. ليش كده حلوين؟ ما يرزقنا. مرة ليسا حلوة، مرة ليسا حلوة، ليش كده؟ هذا السرير
ترى على السرير من الحواف مكتوب اسماء الاغاني. انا بس اقول مرة حلوين هذي، مرة حلوة ومرة حلوة البوستكارد. حرفيا انا لو عليا اشتري كمان البومات زيادة واملي كل الجدر، صورهم مرة حلوة. هنا مرة انبسط انها جاتني افتكرت مختلفة ليسا وجيسا، مرة انبسط. طبعا هنا زي ما قلت لكم الكريدت الاسود والابيض اللي هو كتيب الاغاني، ونفسها الاثنين ستيكر والفوتو. هنا الحمد لله جاتني صور غير كذا. خلصنا الالبوم الرابع، دحين نشوف ايش الهدية. جاء هدية مع البري اوردر، الطلب المسبق تجي معه بس دي الهدية. قصة عن هذا الشيء، قبل انا ما افتحه قلت خليني اشوف هل انا الوحيدة اللي جاني ده الشيء ولا لا. ففتحت لي يوتيوبر فشفت انها جاها 4، انا قلت ما انتبه طبعا اول ما جاني، قلت اشمعنى جاها 4 وانا ليه جاني بس واحد. بعدين ركزت ما شاء الله اشتري ما اشوف، ركزت لا جاتني 4 في واحد كيس، يعني لامينا في واحد كيس، ومرة انبسطت. هذا اول بوستر لجيسو. الصراحة جالسة اقول غريبة هذا الفوتوشوت، ما هو ولا في واحد من الالبومات، مرة حلو. هذا طبعا بلين تيكت، تذكرة الطائرة فيها الوجهة ومتى اللي هو متى الموعد اللي هو موعد صدور الالبوم. مرة عجبتني الحركة، شوفوا كيف جميل شكلها جيسو، مرة حلوة. والله شكلها حتكون بايسي لحالي جيسو أصفى روزي. طيب مشينا أول واحد، شوفوا روزي. مرة حبيت الفوتو كارت حقها أكثر شيء من الأربعة طبعا، لطيف لطيف لطيف. شوف التذكرة، التذكرة دي تختلف عن التذكرة اللي قبل، فيها تواقيعهم من ورا وديك فيها تواقيعهم من قدام. هنوريكم هوريكم بعد شوية، بس شوفوا هذا فوتوكارت روزي، شوفوا كيف اللطافة. نسيت كده يكونوا لطيفين بالبوستر. شايفين ما في ولا في ألبوم هذا جلسة تصير، والله زعلانة عشان ما حطوها في ولا في ألبوم. إيش ما نعرف أتكلم. يصح لا تنسوا تسووا اشتراك للقناة ولايك. دحين ها طبعا بلين تيكت فكرة الطائرة، هذا حق جيني، ايوه حق جيني طبعا نفس اللي قبل، تذكر نفسها. مرة هنا جني تجنن، شاء الله جمالهم جمالهم ما اقدر اعبر عنه بالكلام، ما اعرف شو اقول خلاص، يعني خلصت الكلمات مني. مرة حلوين نفتح هنا ليسا. ليسا هنا مرة شكلها لطيف، هي لطيفة كذا حركاتها عجبتني. هذا نفس البلين تيكت حقت أول ألبوم، مرة لطيفة. هذا البوستر شايفين كيف مرة شكل أشكالهم حلوة، زعلان إنهم ما حطوها ورا في ألبوم فوتوشوت دي كلها. مهم لا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة اشتراك، لأنه هيجي ألبوم بي تي اس قريبا، هو ماما مو وتوايس. ايش بعرف اتكلم،
اشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.